بالدين يا عراق بالروح بالدين يا عراق بالروح بالدين يا عراق بالروح بالدين يا عراق كلمة المقصد الأساسي من تجمع المحامين في بغداد وبقية المحافظات في مقر نقابة المحامين هو إعلان أو تجديد الإعلان بالوقوف والاصطفاف إلى جانب الشعب العراقي الذي عبر من خلال انتفاضته التي حدثت في بداية الشهر العاشر من هذا العام، وبما يكفل المساندة والتعاضد والعمل على تنفيذ هذه المطالب، وهي بالتأكيد مطالب دستورية القصد منها إصلاح الأوضاع في العراق من خلال حكومة ترصد فيها الإمكانات والقدرات لتنفذ برنامجا إصلاحيا شاملا، سواء كان على صعيد الاقتصاد أو على صعيد المجتمع، وتحقيق حالة يعني بالحدود الدنيا المقبولة، وتتكفل أيضا بتقديم حلول عاجلة واستراتيجية لكل المعاناة الوطنية وفي كافة مجالات الحياة. المظاهرات العفوية اللي انطلقت في يوم الأول من تشرين الأول، المظاهرات اللي طالب بالقضاء على الفساد وتوفير فرص العمل، نقابة المحامين من بابها أنه تعلن مساندتها ووقوفها مع الشعب العراقي. نقابة المحامين مع مطالب الشعب المشروعة ومع الجميع المطالب الأخرى، كما أن لنقابة المحامين مطالب خاصة بتعديل قانون المحاماة وبوقف الاعتداءات المستمرة التي تقع على السادة المحامين، ومطالب أخرى لنا بالنظام السياسي المعمول به في العراق وتعديل الدستور العراقي القائم عليه العملية السياسية الحالية، وكذلك تعديل قانون الانتخابات، ومطالب الكثير والكثير والكثير من المطالب الأخرى. كشريحة محامين هي جزء لا يتجزأ، بل هي الجزء الفاعل من الجماهير العراقية. هذه التظاهرات فيها شقين، الشق الأول نحن جزء من الشعب العراقي، ولا بد أن يكون للمحامي العراقي وقفة جادة في حماية تطلعات الجماهير العراقية بصورة عامة. كذلك الشق الثاني، هناك مطالب قانونية نطالب كمحامين لتعديل الدستور الحالي، على اعتبار أنه فصل على مقاسات حزبية، لم يعد الدستور الحالي بفقراته بقوانينه هو يتلائم مع أمزجة الشارع العراقي، لأن كتب بطريقة حقيقة تلبي تطلعات الطبقة السياسية وليس الشعب العراقي. مطالبنا وهي مطالب مشروعة حقيقة، تعديل الدستور، تعديل قانون الانتخابات، أيضا إيجاد قانون لحماية السلطة القضائية من التدخل السياسي، يعني نريد قضاء مستقل من خلال القانون،